واحنا رايحين فين يا دكتور؟ بص يا اخي مشرط، احنا هنوديك قسم الشرطه وهيقولوا لك كل حاجه، لانهم اكيد عندهم السجل بتاعك كله. طب ما توديني الشغل بتاعي زي ما اتفقنا. الشغل بتاعك ممكن ما نلاقيش حد فيه، وخصوصا انك انت كنت بتتنجل في اكتر من مكان، ومش هنلاقي حد عارفك هناك. طيب اللي تشوفه، انا كل اللي بتمناه اني حتى لو ما افتكرتش اي حاجه اشتغل شغلانه شريفه اكل منها عيش بالحلال، واعيش في حالي. انا زي ما بقول لك يا دكتور، عارف حاجات كتير عن الاثار، ده انا كل شويه بكتشف معلومات في دماغي ممكن تخليني ابقى احسن مرشد فيك يا مصر. يا دكتور ممكن نقف على جنب شويه؟ يمكن يا دكتور هو بقى كويس فعلا وعاوز يشتغل شغلانه شريفه، وممكن يبقى مرشد زي مجال. يعني انت رايك اننا نعمل ايه يا بكار؟ ابو حبيبه جارتي اتعين في متحف النوبه، ممكن نفوت عليه ونقول له يشوف شغلانه المشرط. تعال نجرب اننا نعمل كده فعلا. ايوه يا برنس، الحكايه خالت عليهم، انا عارف ان بكار هياخدني على الراجل ابو البيت اللي شغال في المتحف، يعني هتعين في المتحف وهننفذ سرقه العمر، وهيبقوا سلموا القط مفتاح القرار.